أزمة الدولار مسيطرة على السوق في مصر، لكن في عالم العربيات الأزمة ليها شكل تاني خالص، وتأثيرها أكبر بكتير من أي مجال تاني. كاميرا الجراج التقت بعدد من مسؤولي الشركات وعرفت منهم إزاي يقدروا يتعاملوا مع الأزمة دي. أسباب العملة دي عرض وطلب، وأنا شايف الحل الوحيد إن هم يحرروا سعر الصرف في مصر، لأن أنا شايف إن هم مهما يقدروا يعملوا هو ما فيش كنترول، لأن أنت ما عندكش دخل من الدولار يكفي احتياجك من بره. فأنا رأيي إن هم يحرروا سعر الصرف أو يقسموا أجزاء في البنك المركزي، يعمل أجزاء لكل السلع الغير أساسية، يعني الأكل والشرب بيعملوا مثلا دولار ب7 جنيه، لو في حاجة تانية غير أساسية ممكن يعملوا ب8 جنيه ب9 جنيه لغاية 12 جنيه. يعني في سلع مش أساسية في مصر وهم برضه بيجيبوا الدولار وبيتصرفوا بيجيبوا الدولار من بره، طب ما انت توفر له الدولار بالسعر اللي انت عايزه ب12 جنيه وعوض دوت مكان دوت. بعض الافكار ان هم زي ماليزيا يديك كوتا بمبلغ معين في السنه، بعد السنه دي خلاص كوتك بتقفل ما تستوردش انا عقارات. بقى حرص على الصرف وخلي الناس كلها تشتغل بالدولار، او يا اما حدد كل سلعه بسعر كبنك مركزي، يعني دي برضه من اعلى، او ادي الناس كوتات بقى خلاص عشان يبقى كله عارف. المشكله دلوقتي ان حتى الشركات الام ما تبقاش تعرف انت هتاخد بضاعه بكام، تيجي تقول لها مثلا هاخد 100 عربيه في الاخر تاخد 20 عربيه. طب ما انت قول لي يا عم انا النهارده من الاول هديك كبنك مركزي هديك مثلا مبلغ ده هيساوي مثلا 100 عربيه، يعني حدد ظروفي واعمل الفوركاست بتاع التصور بتاع السنه وخطه السنويه بتاعتي وابعتها لبره. طبعا المبيعات هتقل، ده حاجه مفيش شك فيها بسبب برضو موضوع الدولار، وفي نفس الوقت الاسعار هتزيد، ده برضو يعني بسبب سعر الدولار وعدم توفره في السوق بسهوله. بس دي حاجه برضو غصب عننا جميعا، هي مش على العربيات بس، هي مفترض انها تاثر على قطع غيار والعربيات والصناعه كلها. هي السنه دي السوق هيبقى مختلف تماما عن السنوات اللي فاتت، زي ما احنا عارفين طبعا الافيلابيليتي او وجود العمله الصعبه غير متوفره، وطبعا السيلينج اي نعم زاد بالنسبه زي ما عارفين ان احنا نقدر استعمل الدولار، لكن هيأثر على سوق السيارات وده طبعا وارد جدا وعارفين ليه، بس احنا بنحاول ان احنا بقدر الامكان ان احنا نستمر وما نأثرش على الشغل بتاعنا ولا على العمالة بتاعتنا، لكن دفت لي السوق السنة دي هيبقى اقل، هنستحمل لمدة سنة او كده ان شاء الله تو ريكفر، وانا متفائل ان السوق السنة دي هيبقى على اخر السنة هيبقى أحسن، لازم كلنا نستحمل عشان نعدي هذه الفترة. بدأنا نخاطب السيد رئيس البنك المركزي إن إحنا بنحاول نقعد معاه ونعمل معاه اجتماعات عشان نحدد إمكانية السوق رايح بينا فين، وإيه اللي نقدر نقدمه للسوق المصري ونساعد بيه، ونشوف برضك تصوراته إيه، وهنطلب بعد كده مقابلة وزير الصناعة لأن برضك لأن ده هيأثر في التصنيع المحلي. في خطوات إيجابية إن شاء الله هتبان الفترة اللي جاية. العالم كله بيتقدم بيحاول يوجد حلول مختلفة للمشاكل اللي موجودة عنده، بس في الأغلب مفيش دولة في العالم فيها زي اللي موجود عندنا في مصر، واللي هي المطبات. وبعيداً عن حال الشوارع المؤسف، في المطبات ليها مواصفات وقوانين عشان تتعمل. تعالوا مع بعض نشوف موضوع المطبات. المطب الصناعي المطب الصناعي معروف في كل حتة في العالم إنه وسيلة لتقليل سرعة العربيات وتقليل الحوادث وحماية المشاة، بس طبعاً إحنا في مصر المطب معروف عندنا إنه بيدمر عفشة العربية وبيسبب الحوادث وبيكون دايماً مفاجئ وفي أي مكان. المطبات برا مثلاً بيبقى شكلها كده أو ممكن كده، بس عندنا بيبقى شكلها كده وكده وكده، ليه؟ ما نعرفش. أولاً الاسم الحقيقي المطب هو مقب، لأنه بيكون خارج عن مستوى الأرض، وكلمة مطب بتتقال على الحفر الموجودة في الأرض، بس إحنا في مصر مش بتفرق معنا الأسماء ومش بنشغل بالنا بالحاجات دي، عشان كده كله عندنا مطب. المطب في كل العالم أنواع وبيختلف على حسب الخامة والمكان ونوع الطريق، يعني في مطبات مصنعة من الأسفلت أو من المطاط أو الحديد أو البلاستيك معد تدويره أو الخرسانة، وكمان ليه أشكال علمية محددة وهي المطب العادي وبيطلق عليه سبيد بامب، طبعاً من اسمه بيبان الغرض الأساسي منه وهو تقليل سرعة العربية. في نوع أطول نسبياً وأوطى اسمه المطب الانسيابي سبيد هامب، وده بيكون الإحناء فيه أخف بيخلي سرعة العربية أقل من غير ما تقف أو تتسبب في الزحام. وفي بقى النوع الثالث اسمه سبيد كاشر، ومن اسمه برضه هي مجموعة من الوسائل الصغيرة أو المطبات، يعني اللي بيفصل منها مسافات بحجم عجل العربيات الكبيرة. في نوع كمان بيكون أطول بحيث بتطلع ليه العربية بالكامل تقريباً،
وبعدين تنزل، وده اسمه مطب السطح العلوي سبيد تيبل. هو مش مضر خالص لعفشة العربية، وبيتعمل عادة في الطرق السريعة عشان ما يسببش أي أذى للعربية. بعيداً بقى عن المواصفات، المطب عادة لازم يكون قبله يفق وعلامات تحذير عشان تنبه السائق من بدري. المطب نفسه لازم يكون عليه دهان أو علامات فسفورية عشان برضه يكون ظاهر. لكن للأسف أغلب المطبات في مصر بتتعمل بطريقة عشوائية وغير مدروسة، وكمان في جزء منها كبير بيعملوه الأهالي بنفسهم بسبب تكرار الحوادث في المنطقة. المطبات اللي من النوع ده واللي منتشرة في مصر ليها سلبيات كتيرة جدا على العربيات، وبتأثر العمر الافتراضي للعفش، وكمان بيكون ليها تأثيرات سلبية كتير قوي زي تزايد عوادم العربيات والضوضاء في المناطق اللي بتكون موجودة فيها، وبتعطل العربيات الطوارئ زي المطافي والإسعاف. ده غير الحوادث اللي بتحصل عند المطبات خاصة بالليل عشان فعلا بيكونوا ناسيوا يلونوها. ده غير المطبات الطبيعية اللي في الطرق والحفر اللي مش معروف بتظهر منها. لو لقيت مطب الدولة هي اللي عاملاه، في الأغلب هيكون مش مصمم على أي معايير. بس بصراحة لو عايز تلاقي مطب مظبوط، اطلع على أي كومباوند في التجمع أو في الرحالة، هتلاقي عندهم مطب مظبوط. طبعاً فئة الكروس أوفر هي من أفضل الفئات اللي بتستحمل المطبات في مصر، علشان كده معانا النهاردة عربيتين مناسبين جداً يقدروا يستحملوا كل مشاكل الطرق الموجودة في بلدنا. العربيتين هما كيا سبورتج وهيونداي توسان، اللي بيتنافس بيهم اتنين من خبرائنا، هي ياسمين سامي وحسام سليمان. يا ترى مين فيهم اللي معاه العربية المناسبة؟ توسان وسبورتج، عربيتين بتقدمهم لنا مجموعة عالمية واحدة، هي مجموعة هيونداي كيا الكورية. العربيتين من فئة الكروس أوفر أو الـ SUV متوسطة الحجم، وكمان الاتنين متوفرين معانا النهاردة بمميزات كثيرة جداً، نفس الموتور الـ 1600 وتكنولوجيا GDI. التشابه الكبير بين العربيتين خلاهم يدخلوا في منافسة قوية في السوق المصرية من أول ظهور ليهم، رغم وجود العديد من العربيات من نفس الفئة تقريباً زي نيسان كاشكاي وسان يونغ تيفولي، وكمان معانا الجيب رينيجيد وسوبارو XV. إلا أن المنافسة بين العربيتين ليها طعم مختلف لأنهم من نفس المجموعة ونفس بلد المنشأ، وكمان مواصفاتهم قريبة جداً من بعض. هل لو قارنا بين العربيتين نقدر نعرف مين فيهم الأحسن؟ تعالوا نشوف. توسان اسم مدينة في ولاية أريزونا الأمريكية، وده الاسم اللي اختارته شركة هيونداي علشان تطلقه على إحدى موديلاتها. الكلام ده كان سنة 2004 مع أول ظهور للعربية. عربيتي النهاردة هي كيا سبورتج اللي ظهرت لأول مرة سنة 1993، وظهر منها أربع أجيال بس، آخر جيل منها هو اللي معايا النهاردة. هي عربية SUV من الحجم المتوسط، وحققت نجاحات كبيرة جداً في الأسواق العالمية، وخدت جوائز كتير، من أهمهم سنة 2009 جائزة أكتر عربية يمكن الاعتماد عليها، وكمان أفضل عربية SUV سنة 2005 في كندا. سبورتج الجديدة هي عربية SUV متوسطة الحجم، بتجمع بين صفات العربيات الكروس أوفر والفئة الرياضية متعددة الاستخدام. الجيل الثالث كان هو بداية النجاح الحقيقي للعربية كيا سبورتج، ده لأن الفترة دي كان فيها تغيير شامل في كل تصميمات كيا، وده بالتالي خلى نسبة الطلب على العربية كيا سبورتج تزيد بشكل كبير في الفترة الأخيرة. عربيتي السبورتج شكلها رياضي وانسيابي جدا، فوانيس العربيه شكلها اتغير تماما عن الموديلات اللي قبل كده، ضافوا لها وحدات اضاءه مدوره، ده غير الفوج لايتس برضو، خطين الكروم من تحت الفوج لايتس عشان توزيع الهواء افضل، وشكل شبكه العربيه الاماميه اللي اتغير تماما. توسان الجديده شكل جديد تماما، وده باين من اول الديزاين والجنوط السبور واللاين الجانبي للعربيه لغايه السبويلر الخلفي والفوانيس الخلفية، وده بيخليها عربية رياضية وعملية في نفس الوقت. ومن أكتر الحاجات اللي بتميز الديزاين الوش الأمامي للعربية مع الشبكة الكبيرة والفوانيس العريضة، وكمان في فوج لايت ودي لايت. ظهر العربية بقى هنيجي نلاقي فوانيس الخلفية عريضة وبارزة وجاية مسحوبة على الشنطة، وفي كمان هنا كيرف مميز جدا وواضح في الديزاين، بالإضافة لوجود السبويلر الخلفي اللي مديك إحساس رياضي في العربية. حاجات كتير قوي بتأكد على الشكل الرياضي للعربية سبورتج. من أول نظرة على ظهر العربية هنلاقي إن هو شكله حقيقي مميز جدا، أنا عن نفسي بيعجبني جدا البومبي اللي في ظهر العربية، الفوانيس الرفيعة، فوانيس الشبورة واخدة كيرف حقيقي لطيف مع اكسدام العربية،
في عندنا 2 بريك لايتس، واحد واخد تقريبا مساحة الشنطة، والتاني هنلاقيه هنا تحت السبويلر اللي بيميز العربيات الرياضية. بكل المواصفات دي هنلاقي ان العربية فعلا من اجمل الموديلات اللي بنشوفها في الشارع. اما بقى لو جينا على مستوى الابعاد هنلاقي ان طول العربية 4 متر 47 سنتي، وعرضها 1.85 متر، وارتفاعها 1.65 متر، وطول قاعدة العجلات 2.67 متر، والخلوص من الارض 182 ملي، لكن مساحة الشنطة تبقى حوالي 488 لتر، وسعة تانك البنزين 62 لتر. على مستوى الابعاد سبورتج بيوصل طولها ل 4 متر 44، وعرضها 1.85 متر، وارتفاعها 1.64 متر، وبالنسبة لطول قاعدة العجلات 2.64 متر. يعني بمعنى تاني زادت عن الموديلات اللي قبلها في كل الأبعاد إلا في العرض اللي فضل زي ما هو. وبالنسبة للخلوص الأرضي 173 ملي، وسعة تانك البنزين زادت كمان ل 62 لتر، وبالنسبة لمساحة شنطة العربية زادت ل 491 لتر. نيجي بقى نتكلم على الصالون الداخلي للعربية. ده بالنسبة لي أنا شخصياً من أهم الحاجات اللي بتميز أي عربية وبتفرقها عن التانية. أول حاجة دخلتك وانت داخل العربية، دخلة واسعة حلوة جداً، وفي نفس الوقت هتلاقي صوت الباب وهو بيتقفل مش عالي خالص، وهتلاقي عندك كل تحكمات الإزاز في الباب، وكمان تقدر تتحكم في المرايات كلها كهرباء، وضم المرايات كمان عندك كهرباء. بالنسبة لي أنا شخصياً أنا العربية عجباني جداً. احنا غالبا البنات بيميلوا للعربيات العاليه وبيحبوها، فالعربيه عجباني سواء شكلها من بره او من جوه. من جوه مريحه جدا، تحكم فيها حلو، سحب العربيه ممتاز، بالنسبه للسرعات العاليه ناعمه، المطبات انا مش حاسه بيها، عزل الصوت كويس جدا. هي انا شايفه العربيه كويسه جدا وعجباني قوي. نيجي بقى نبص للطارة الداخلية بتاعه العربية، هتلاقي ان انت عندك كل الكمبيوتر موجود قدامك وتقدر تتحكم فيه من خلال الطارة، من اول ان انت تعلي وتوطي صوت الكاسيت، وكمان تقدر ترد على التليفون بتاعك وانت سايق بسهولة جدا. من اهم التجهيزات الموجودة في سبورتج الجديدة راديو سي دي بالاضافة لست سماعات، مخرج يو اس بي، وتحكم عن بعد في فتح وقفل الابواب. زي ما جربنا الكراسي الأمامية وراحتها في العربية، لازم أكيد نجرب كمان الكنبة الخلفية. هنلاقي إن فعلاً الكنبة الخلفية مريحة جداً في العربية، وفي ميزة مش موجودة في عربيات كتير، إن أنا بقدر أتحكم في الظهر بتاعي وأنا قاعد بالمستوى اللي أنا عايزه، وده طبعاً بيدي لك راحة خصوصاً في المسافات الطويلة أو السفر. مسند اليد الأمامي من الجلد ومسند اليد الخلفي، وإمكانية تغيير نظام القيادة وعجلة القيادة بتحكم مالتي فانكشن. ده غير البلوتوث، الشاشة بتاتش مقاس 5 بوصة المدعومة بكاميرا خلفية، ودي موجودة في 3 فئات من سبورتج. ده غير المفتاح الذكي مع خاصية زرار تشغيل المحرك، والتكييف الأوتوماتيك، فرش جلد، التحكم الكهربائي في وضعية كرسي السائق والراكب الأمامي، وده متوفر في 2 فئات بس، وبدلات تغيير السرعة الموجودة ورا الدركسيون، وده في 8 جي تي بس. من أهم التجهيزات المتوفرة في هيونداي توسان الجديدة كمبيوتر الرحلات وكرسي متحرك ب6 اتجاهات. أما بالنسبة للفئة الأعلى فالكرسي متحرك في 10 اتجاهات مختلفة، وفي مساند الرأس الأمامية والخلفية، ومسند اليد الخلفي اللي معاه حامل أكواب. ولو جينا بصينا على الدريكسيون والفتيس هنلاقيهم مصنوعين من الجلد الخاص، وفي كمان شاشة عرض 4.2 بوصة بنظام TFT، والإزاز الخلفي الغامق، والتكييف الأوتوماتيك، وفتحات التهوية للكراسي الخلفية، وأكيد طبعا هنلاقي في مثبت سرعة ونظام استشعار الإضاءة بطريقة أوتوماتيكية، والمرايات الكهرباء القابلة للطي، بالإضافة لفتحة توصيل USB وبلوتوث، ونظام الصوت CD وMP3 المصحوب ب6 سماعات، ومتوفر كمان جنود 16 و17 على حسب الفئة.
واهم حاجه بقى موجوده جوه الصالون البانوراما الكبيره الموجوده في السقف اللي واخده مساحه السقف تقريبا كله من اوله لغايه اخره. العربيه كمان فيها تجهيزات امان متعدده زي مكان تثبيت كراسي الاطفال واير باجز للسائق والراكب الامامي. وعلى مستوى تجهيزات الامان هنلاقي ان توسان فيها نظام غلق اوتوماتيك للابواب مع اول حركه للعربيه، ونظام دخول السياره بدون مفتاح، واعلى فئه بتوفر خاصيه المفتاح الذكي مع زرار تشغيل الكتروني، وكمان اير باج امامي للسائق وللراكب الامامي. توسان عربيه 1600 سي سي بتكنولوجيا الجي دي اي، وفي نفس الوقت هي متوفره بموتور 130 حصان 161 نيوتن متر عزم الموتور، وكمان فتيس اوتوماتيك 6 سرعات. موتور العربيه السبورتج 1600 سي سي بتكنولوجيا جي دي اي قوته 140 هورس باور، عزم العربيه 165 نيوتن متر. العربيه الفتيس بتاعها اوتوماتيك بست سرعات، وهي عربيه جر امامي. ده بالنسبه للعربيه اللي انا سايقاها دلوقتي. في فئه تانية الاعلى، وهي اعلى فئه في السبورتج، اللي هي الجي تي. الجي تي نفس الموتور 1600 سي سي بس تيربو، والتيربو طبعا بيدينا قوه اعلى للعربيه واداء طبعا افضل بكتير. بيوصل قوه الموتور ل 177 هورس باور، والعزم بتاعها 265 نيوتن متر، والفتيس اوتوماتيك 7 سرعات وأول ويل درايف. أنا عربيتي فيها زيادة في ارتفاع عن الأرض بتسعة ملي، وأنا عربيتي شنطتها أكبر بفرق 3 لتر، وكمان جنوب 19 في أعلى فئة. أنا بقى عندي تابلو جلد ومفتاح بصمة داخلي وخارجي. أعلى فئة في عربيتي الجي تي، الموتور بتاعها 177 حصان، الفتيس 7 سرعات وأول ويل درايف. ما تنسيش إن أنا عندي كاميرا خلفية بتساعدني على الركنة وموجودة في المراية اللي في النص. أنا بقى نظام الصوت عندي بريميوم 8 سماعات وجي بي ال، ده غير شاشة 5 بوصة في نص تابلو العربية بتظهر فيها الكاميرا. العربيتين فعلا مش سهلين من فئة الكروس اوفر، يحيروا بصراحة. ممكن كل واحد في العيلة يشتري عربية ويبدلوا مع بعض. على فكرة أمجد الفقي نائب مدير عام التسويق والمبيعات في شركة EIT وكيل كيا في مصر قال في تصريح خاص للجراج إن كيا حققت مبيعات كبيرة جدا في معرض أوتوماك فورمولا 2016، والسبب الرئيسي في النجاح ده بيرجع لتراث كيا سبورتج، ده بالإضافة طبعا لموديلات الشركة المتنوعة زي سيراتو وسيد وصول اللي بتلبي احتياجات شريحة كبيرة من العملاء. لاحقا استعدادات بوش لسباق لومن، وتطبيق سامسونج عملته للموتوسيكلات، وبطلة فاست اند فيوريوس تقود سيارة جاكور جديدة، وأخيرا إطارات لكل الاتجاهات.